الإسلام السياسي نعم. الشيعي بين نعم. مقتبسين نعم. عندك إشكال بالمشروع أم بالشخوص أستاذ غالب؟ لا، هو المشروع الإسلام السياسي قائم على أساس الدولة الإسلامية. زين، بس الدولة الإسلامية الآن كمشروع وكذا انتهى في الإسلام السياسي، دخل مشروع المحاصصات ودخل مشروع الوزارات ومشروع المكاسب، ولذلك لأنه ماكو الآن إسلام، حتى إسلام سياسي ماكو، لأن النظرية الإسلامية السياسية وينها موجودة؟ يعني وين موجودة؟ موجودة بالوزارة، يعني لو واحد يحصل وزارة الصناعة مثلا وين موجودة؟ بالتشريعات مثلا موجودة وين؟ يعني موجودة في المجتمع؟ لا تجدها، ما موجودة. ولذلك في الحقيقة هم دول الآن مشاركين سياسيين، يعني مو مشاركين عقائديين في العملية السياسية، وإنما عملية سياسية، وهؤلاء سياسيون. أما هل هم إسلاميون؟ ما ينطبق عليهم الإسلام من الناحية التطبيقية، مو من ناحية صلاة وصوم، لكن من ناحية سياسية.